طيب السلام عليكم شباب، كنت اريد اوريكم شويه الام بي ام سولفر هذا اللي كلهم بيتحدث عليه، وبعض الاشياء اللي لازم تاخذ بالك حتى يعني تستطيع تستعمله، حتى ولو اذا كان يعني هو جديد على الاحرى، يعني مش استعماله محدود شويه في كثير من الاحيان، بس يعني سريع عند استعماله بكل المواصفات اللي كان يتحدث عليها، يعني المزج بين الكثير من الأنواع من الأشياء مثل السوائل والميتال والكونكريت وكل الأشياء. على كل حال نريد أن نأخذ أول نبهة، أو عندي هنا الجيو أدخل بالداخل، ولاستعماله بعض الأشياء المهمة جدا، بعض الأشياء استعمله تحدثت عليها، يعني عندما تضغط على NPM هناك الكولايدر الكونتينر سولفر والسورس. هذه الاشياء تستطيع بالان بي ام كونفيجر تاتي بهم يعني بضربه واحده، يعني سورس ان بي ام كولايدر ان بي ام كونتينر. بس نريد ان ندخل بالوحده. اولا ناخذ تيست جيومتري الكترا هذه، كيف اول شيء تريد تحتاج الى السورس ان بي ام، هذا الـ NPM لأن نحتاج إلى السورس. بعدين عندما تضغط على السورس يعطيك error لأنه بيحتاج إلى container، فالcontainer كذلك NPM container. الcontainer هذه تحتاج كذلك إلى NPM solver طبيعة الحال، وبعدين الأشياء حتى نطبطها كذا. الموجود المدخل الأزرق هذا هو مدخل الcontainer، بس لأنه تحتاجه هنا وتحتاجه هنا لا نريد اللخبطة هنا، نريد الكونتينر في السولفر هنا، ثم بعدين في الام بي ام سورس تستطيع أن تأخذ به من هنا. كيف هنا بعض الأشياء اللي يعملها الام بي ام سولفر، وهو وضع الجروند بلين إذا كنت تريد تحتاجه أو لا تحتاجه، تستطيع أن تحذفه منه، ثم بعدين إلى الفيزيولايز هناك الكونتينر كولايدر والشو شو اسمه الجروند بلين. على كل حال الاشياء اللي تحتاجها هي هذه. بعدين تعديلات تكون، اول شيء تعديل يكون في الام بي ام سورس، يعني خاصه في الماتيريال بريزت. هنا مثلا عندي الماتيريال سنو، الان اللي تراه انت المشكله اني ضغط دبليو، انا ما ضغط دبليو، انا موجود الان في ايش اعمل لي كده. نعم بعض الاحيان يعمل لك لازم اعمل بلاي، والله ما بعرف ليش. هنا اشوف ريزيت فيو بورت، نعم في بعض الاحيان الفيو بورت كذلك يعمل لك مشاكل. تستطيع ان تاتي بفيو بورت اخر، تدخل هنا وفيو بورت سين فيو، او اذا عندك لابس فاللابس تضغط على ريزيت فيو بورت فيعمل لك ريزيت فيو بورت. على كل حال هذا السيميليشن بتاعنا. الريزوليشن تتحكم فيها من هنا، يعني في بير اوبجكت من هنا اذا كنت تريد، يعني بوينت سيبريت من هنا، او بالاحرى لكل السيميليشن من هنا. يعني مثلا نعطي له 15. الان الشيء اللي تعدل فيها كثير هو الماتريال بيز كما قلت، يعني تذهب الى السويل تلعب بلاي، ترى ان السويل هو عباره عن شويه من الديرت يشبه الويت ساند، ثم بعدين الماد نفس الشيء تقريبا نفس الشيء، يعني شويه سائل يعني. ثم بعدين الكونكريت والميتال هرجع اليهم، والجيلو لانه عباره عن شيء من سوفت بودي، فهمت كيف؟ يعني جميل كذلك سريع، لانه الرابر نفس الشيء. بعض التغيرات الموجوده بين الرابر اسمه الرابر جيلو هي عباره عن تغيرات في ستيفنس هنا، فهمت كيف؟ يعني هنا اذا رايت في بعض الاشياء تحدث هكذا هو عباره عن مشكله في السب ستيبس، لازم تعدل شويه في السولفر في السب ستيبس، يعني مينيموم ماكسيموم، او تغير شويه في التايم سكيل. المهم اظن هنا الستيفنس يمكن 2، اذا كان فيه مشاكل يعني يا شو اسمه يا ريزوليوشن غير كافيه او السب ستيبس، يعني اوكي إذا وقع فيها explosion أو شو. بس المشكلة أن التعديلات اللي تعملها هنا
يعني بيطة، يعني الأشياء مش محدودة كما قلت يعني كيف. المهم خلينا نرجع إلى 15 حتى نسرع في سيميلاشن وأريكم أشياء. الكولايدا، إذا كنت تحتاج إلى كولايدا، أي كولايدا تريده مثلا بوكس أو شيء من القبيل، تحتاج إلى كولايدا NPM، ونفس الشيء يدخل هنا. فبعدين يحتاج إلى كونتينر، نفس الشيء نضع أعطيه الكونتينر بتاع ال NPM هنا، ثم يحتاج إلى البوكس تبع لحاله. أنا أشوف المشكلة وين هي. وضعت ال NPM. شو يقول؟ بيقول no enough. لا فيه طيب. مشكلة أن في بعض الأحيان يعمل مشكلة بدون معنى. لازم تعمل ريزيت. أنا خلينا هنا أشوف وين الإلكترا، وين ال خلينا نعمل إلكترا ترانسفورم حتى نستطيع نأتي نبعدها شوية يعني. خليها تمشي شوية لفوق، ثم بعدين البوكس أريده. نعم خليك كما هو حتى اوريكم يعني شيء سهل جدا. بوكس كونتينر والاشياء اللي حيسقط على البوكس، وبعدين ما عبارة عن كونتينر الكولايدر. فهمت كيف؟ خليني ارجع الى المشكلة اللي الشباب مثلا يمكن شافوها، هي عبارة عن المشكلة موجودة في الميتال والكونكريت، لانه ثقيل جدا كما ترى، حي يعني ثقيل جدا يعني 2 من الفريم يعني. فهنا المشكلة هي عبارة عن سب ستيبس. إذا نزلت شوية سب ستيبس أطلع الآن تتسرع شوية الحكاية، بس بطبيعة الحال الميتال شوية في ستيفنس، بس جميل بالحارة يعني. خليني أعمل البوكس هذا، خليني أعمل له رقيق جدا حتى نشوفه. نشوف يعني إذا كان أوضعه 3، نشوف هكذا. عندما ينزل سينقسم إلى، تكون يعني الإمباكت يكون قوي جدا كما دار، لأنه عبارة عن ميتال، تستطيع أن تعمل به ميتال بندي كما ترى الآن. تستطيع أن تعدل شوية في يعني، يكون ما زدت فيه في ال في ال في الستيفنس كل ما زاد يعني، كل ما يعني ولا ثقيل جدا. فهمت كيف؟ فهمت كيف؟ نعم. نفس الشيء الكونكريت، نفس الشيء. اذا خرج الكونكريت فستيفنس كذلك قويه جدا، فلهذا يعمل لك مشاكل. الان الكونكريت لازم ينكسر يعني كما ترى، ينكسر كسر زي الكونكريت يعني، ينكسر الى كثير من الاجزاء. بس تستطيع تستعملوها هكذا، نقش فيها في الستيفنس وهكذا. فهمت كيف يعني؟ ترى الان المشكله الاخرى او الشيء الاخر هو عباره كيف يعني تدمج ما بينهما. خلينا اشوف الكترا، اعمل سبليت مثلا. يعني اريد انا اخذ بعض الاشياء، يعني مثلا هذا النصف هذا عبارة عن شو اسمه هذا كونكريت، والنصف الآخر خليني أشوفه، خليني أخليه سنو مثلا. تجمد باستعمال شو اسمه ميرج، ثم السورسينج، وبعدين خليه. الآن عندي هنا اسمه الكونكريت، ومن جهة هذه عندي سنو جيرينج. خلنا نشوف ايش اللي يحدث. يعني النصف حينزل وانكسر، والنصف يعني زي كما ترى الآن زي سنو أو واتر أو يعني يعني ايش اللي يحدث ترى الآن؟ يعني يعني هكذا تستطيع أن يعني
تستعمل أكثر من شيء. شيء ثاني الفورسز، إذا كنت تريد الفورسز الآن ما ستستطيع تعمل إلا البوب فورس أو هو بعض الفورس أو هو رانجلر فورس مثلا، رانجلر بوب رانجلر فورس، يعني تستطيع أن تستعمل أي فورس. مثلا خلينا نشوف، ما عندي هنا البوب رانجلر، أنا عندي الرانجلر بوب، عندي بعض الأشياء اللي هنا نشوف. الأشياء الجديدة كذلك في هودني 18 مساء هي عبارة عن ريسيبي، هذه تستطيع أن يعني تعمل سيف لكل البريزات بتاعك بكل الأنواع من الـ يعني بال 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 بالنودة وكل شيء، يعني جميلة جدا. فورس سنتر خلينا نشوف، ما نعرف يمشي لي في الـ في الـ في البوب رانجلر هنا، يعني الجيت بوكس بي بوكس، يعني هو انا اشوف اذا كان يمشي او لا. خليني احذف الجرافيتي اشوف اذا ماذا يحدث، ما يحدث شيء لان البي بوكس. معلش خلينا نعمل ميتا بول، ثم ميتا بول نعمل لها فورس. هذه عبارة عن حكاية قديمة كنا نستعملوها في ال نستعملوها في ال rigid body كثيرا من الأحيان، هي عبارة عن قوة تكون يعني قوية في الوسط و تدريجيا يعني تقل عندما تذهب إلى الخارج، يعني فهمت كيف. خلينا نعملها، خلينا نعمل نول ونسمي هذه out force، فهمت كيف. يمكن نسجلها، يمكن ثم بعدين الاثنين هادو كما قلت البوب فورس. البوب فورس هذه تستطيع ان تستعمل الفورس اللي موجوده هنا، فهمت كيف يعني. بس انا اريد اكسبلوجن، فاعمل ميتا بول، بوب ميتا بول. المشكله انها ليست اوبن سير، اظن انها ليست اوبن سير، فتعتمد على السي بي يو وليس على ال. ثم بعدين هنا ساقول له ساريد اريد الاوتبوت، اريد اسمه اوتبوت فورس. ما بعدين نعم انا اتسرع لاني ما كل وقت، يعني الان عندي فورسز، والفورس هذه استطيع اعمل دايركشنال فورسز هنا او راديال. نعمل 12 و15 فورسز حتى نرى ماذا يحدث. انا حذفت ال نعم، المشكلة ان لازم تكون على ناقص 15 يعني للبرة ليس للداخل. نعم هكذا قوية جدا، 8 او شيء من قبل، وارجع الجرافيتي كانت مينوس. ايش هذا؟ اريد ان ارجع الى 9.8 ناقص الجرافيتي. نشوف اللي يحدث الان، كذلك الريزيت فيو فورم. نعم هذه القوة، عندما تكون عندك قوة نعم هكذا تمشي الحكاية. خلينا نعمل 20 حتى نشوف شيء، تكون قوية جدا يعني 20 قوية جدا. نعم انظر إلى المكان هذا عندما يسقط، راديال يعني نعم لأن راديال فورس. المهم تستطيع أن تختار كذلك أشياء أخرى، كيف تستعمل كتار هذا الاتجاه مش القوة direction. نعم نعم هكذا يعني تستطيع تستعمل الشيء الآخر اللي أريد أريكم إياه، وهو خليني أمسح كل هذا
يعني من هذه الميرج هذا لا يحتاجه، ما بعدين هذا موجود هنا البوكس ام بي ام كولايدر، نعم الام بي ام كونتينر بام 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 بام. نريد ان نعمل اذا عملت مثلا تريد ان تغيره، خاصة اذا كنت اذا عملت الجيلو هذا وتريد تستعمله للتست جيومتري بتاعك، فتستعمل بوينت ديفورم. ثم البوينت ديفورم يحتاج الى لازم تايم شيفت، تايم شيفت هذه احذفها، خلينا نعمل واحد. وبعدين لازم تكون اول شيء هو ريكوير تو ديفورم وهو هذه هي، ثم ريكوير ريست بوزيشن وهي تايم شيفت هنا يعني بدون انيميشن، ثم الاخير هي ديفورمد بوينت وهي البوينت اللي تتحرك. وهكذا تستطيع ان تستعمل المشكلة اني شنو هذا point to deform، نعم انا deformit هكذا يعني تستطيع ان انا عبارة عن انت كيف تستطيع ان تجري، لازم تغير لها شوية في ال npm source خاصة في ال container خاصة في ال في ال particle separation او 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 ال اول سب ستيب يعني حتى تكون يعني، بس هو سريع جدا تستطيع ان تستعمل يعني الاشياء هذه يعني. فهمت كيف؟ هذا اللي كنت اريد اوريكم اياه، سنتكلم بعدين في مشاكل اخرى. حياكم الله والسلام عليكم.